شهد معبر رفح تناقصا لعدد كبير من الشاحنات التي اتجهت إلى منفذ كرم أبو سالم محملة بمعونات متنوعة إلى المدنيين في قطاع غزة، حيث هبط عددها إلى 25 شاحنة فقط. هذا وتستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرقلة حركة الشاحنات وممارسة سياسة التعنت والتعسف ضد المساعدات. المزيد يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية لا زالت تغطيتنا ومستمرة معكم عبر شاشة القناة الأولى لمتابعة حركة دخول وخروج الشاحنات المصرية من معبر رفح إلى منفذ كرم أبو سالم. اليوم نتحدث عن عبور 25 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية، وبالفعل هذه الشاحنات قامت بتفريغ حمولاتها بالكامل وعادت مرة أخرى إلى محيط معبر رفح من الجانب المصري. هذا بالإضافة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت ل 12 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات بتفريغ حمولتها ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية. إذن نحن اليوم يعني في تناقص شديد عن كانت إليه الأعداد أمس وأول أمس. كنا نتحدث عن عبور أكثر من 55 أو 60 شاحنة من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية، وعدد لا يقل عن 15 شاحنة من الشاحنات التي تحمل محروقات. إذن نحن أمام تناقص كبير بسبب الإجراءات التعسفية الكبيرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تستهدف الضغط على الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يعاني من نقص شديد وشح كبير من المواد الغذائية والبترولية اللازمة لعمل المستشفيات والمراكز الصحية، والتي خرج منها إلى الآن حوالي 130 مستشفى في قطاع غزة، وأيضا لا يعمل فيها سوى 30 مستشفى تعمل بشكل جزئي. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من مدينة العريش، وأعود إليكم مرة أخرى.